ده عمود الإنارة والطاقة الشمسية بتاع الشركة. هو متشطب إلكتروستاتيك أسود، والعلب بتاعته هامر فينيش. علبة البطاريات دي مجهزة إن هي يمكن كبيرة شوية، بس هي مجهزة إن هو يشيل 4 كشافات بدل كشاف. دي إضاءة LED medium warm، أو اللي هي أول درجات الوايت. البطاريات المستخدمة في العمود ده AGM Absorbed Glass Mat، ودي أعلى تكنولوجيا في البطاريات. والتشارج كنترول بتاعه MPPT Charge Control، Maximum Power Point Charge Control. طبعا كشافات الليد بتاعت الشركة احنا بنعمل لها ضمان سنتين، وبعد كده ممكن لايف تايم وارنتي بمبلغ قليل جدا سنويا، لان احنا بنقدر نستخدم المنظومه، بنقدر نعمل لها فول، نعمل لها ليد ريبليسمنت للكشاف نفسه. ده عمود تاني هنا، ده عمود ليد برضو الشركة هي اللي عاملة له تعديل، عملنا تعديل من عمود ميتالايد لعمود ليد. هنشوف دلوقتي اللاكس بتاع العمودين، العمود اللي شغال بالطاقة الشمسية اللي هو ده، والعمود التاني اللي شغال بس ليد والقصاد أعمدة الميتالايد. هنشوف المقارنة ما بينهم عاملة ازاي. قياس اللاكس على العمود اللي راكب فيه كشافين اللي شغال بالطاقة الشمسية. اجين ده قياس اللاكس على العمود اللي شغال بالطاقة الشمسية، نعمله فول وارنتي. العمود مضمون بالكامل من الشركة فيما عدا البطاريات. طبعا البطاريات لها عمر افتراضي، يعني ولو انها البطاريات على السولار تشارجنج، لو هي منظومة سولار تشارجنج كويسة البطاريات ممكن تعيش من 5 لـ 7 سنين لو هي AGM، لو ابزورب جلاس مات، لان ابزورب جلاس مات هي احدث تكنولوجيا في البطاريات دي بسنة. اوكي، مية واحد بوينت سيفن لاكس، دي عالية جدا. يعني الكشاف لو احنا رحنا باللاكس ميتر ده على كشاف في الشارع في مصر اللي هو اللو بريشر صوديوم هيقيس حوالي 17 لاكس. طبعا في حد ممكن يقول الاضاءة الليد ممكن بتخلص بعد شوية لان هي محقونة فوسفور. ايوه هي ممكن تخلص بعد شوية، بس هي الفكرة ان انت بتستخدم منظومة اضاءة تقدر تغير الليدات بتكلفة بسيطة بعد ما تخلص الفوسفور اللي يخلص في الليدات بعد من 40 لـ 50 ألف ساعة تشغيل، حسب انت مظبط الليدات بتاعتك ازاي. ممكن بتكلفة بسيطة جدا بتغير الليدات دي، زي كأنك بتغير لمبة بالظبط. حط كده تحت هنا. ده هنا العمود ده كشاف واحد، كشاف واحد ليد، تمام. دول اللي هناك ميتال هالايد، لكن ده كشاف واحد ليد. ده لانه القدرة بتاعته اعلى شوية، ده قايس 90 لاكس. ده برضو من ارتفاع 6 متر، ده حاجة خرافية بالنسبة لكشافات الشوارع في مصر، حاجة ما حصلتش يعني.
أجيان ده اللي هو بالطاقة الشمسية، وده بدون طاقة شمسية، ده مجرد توفير كهرباء بس. هنشوف المقارنة بتاعتهم هما الاتنين بالميتالايت عاملة ازاي. دي كشافات ميتالايت 150 واط. طبعا كشافات الليد بتوفر عنها كتير جدا، بتوفر حوالي 80% توفير لو اشتغلت على الكهرباء، طبعا 100% توفير لو اشتغلت طاقة شمسية. على فكرة العمود ده الخلية بتاعته ما اتنضفتش من حوالي اسبوعين من وقت التركيب. فاحنا عايزين نوصل بالديزاين بتاع الشركة ان هي الخلية ما تتنضفش لمدة شهرين او 3 شهور. ده هنا قياس الميتالايد اللي هو استهلاكه 150 واط، لمبة ميتالايد 150 واط اللي احنا شايفينها. ده قايس 76.3، يعني الليدات هنا قدرت اوصل بيها بالليد تكنولوجي ان هي الاداء بتاعها اعلى من الميتالايد، وكمان بتبقى استهلاكها حوالي 30% من استهلاك الميتالايد ده لو شغاله كهرباء. وقدرت اوصل بيها ان هي حوالي مره 1.3 تايمز او مره و3 من عشره مضروبه في اضاءه الميتالايد. القياسات دي طبعا تحت العمود مباشرة. ده قايس 76.2. وطبعا الشركة بتدي وارنتي فور فيكست بيريد او ضمان لعدد سنين. بعد كده بتبقى في مصاريف صيانة سنوية، ولكن الضمان بتبقى مصاريف صيانة سنوية صغيرة جدا، يعني في حدود 10% من ثمن الكشاف. وبعد كده بتبقى التغيير الليدات بيبقى منظومة سهلة. وممكن طبعا أي حد بيشتري كشاف ممكن يخزن الليدات عنده ويقوم هو بعملية تغيير الليدات بنفسه، لأن الليد بتمثل حوالي 10% من ثمن الكشاف بس. فممكن الكاستمر يشتري او اللي هيطبق الاضاءه الليد بيشتري الكشاف، وبعد كده هو بيستوك الليدات عنده ويغيرها كانه بيغير لمبه. هي طبعا عمليه ما يعني بتبقى اصعب سنه بسيطه من تغيير اللمبه، بس مش عمليه صعبه يعني. اوكي، شكرا.